وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علاء أبو علي رئيس مجموعة التوقعات الجوية. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار، وما هي توقعاتكم عن حالة الطقس في الفترة المقبلة؟ يا أهلا، مساء الخير. مثل ما ذكرت تستمر حالة عدم الاستقرار على المملكة إن شاء الله لأربعة أيام الجاية. ليوم الأحد قد تستمر أكثر ليوم الاثنين أو بداية الاثنين، تقللها أمطار رعدية خاصة من وقت لاقب النهار الغد، يكون المنخفض جرب أكثر على منطقتنا، تحذير طبعا حق الرياح الهادئة خاصة الأخوة البحارة، وتستمر طبعا على فترات مو متواصلة. وننصح الأخوة المستمعين أن تجنب كل الأنشطة البحرية خلال هاي الأيام، يتركون عنهم الإشاعات من مواقع غير رسمية، ينزلون تطبيق الأرصاد الجوية الرسمي من البحرين في تحذيرات كامل فيهم أول بأول، وإن شاء الله أبطال خير وبركة على المملكة إن شاء الله. السيد علاء أبو علي رئيس مجموعة التوقعات الجوية، شكرا جزيلا لك.